عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. قبل ما نمشيو في هذه الحلقة وغادي نشوفوا الكواليس كيفاش كيخطط النظام الجزائري لعدم مشاركة المنتخب الوطني الجزائري خلال كأس إفريقيا 2025، وغادي نبين لكم واحد التسريب صوتي ديال واحد الجزائري فر إلى المغرب وطلب اللجوء خوفا من بطش النظام الجزائري لسبب أنه دار واحد التدوينة كيحكي فيها الحالة المزرية اللي كتعيشها الجزائر. سيد هرب للمغرب وغادي تشوفوا واحد الصريح ديالو، عايش مزيان ومرحبا به بطبيعة الحال. ولكن قبل ما نشوفوا هاد الكواليس كما قلت لكم كيف يخطط النظام الجزائري لعدم مشاركة المنتخب الوطني الجزائري خلال كان 2025، هنا بغيت نوجه واحد الرسالة إلى الجزائريين لعلهم يستفيقوا. وأكيد أننا ما كنهاجموش بطبيعة الحال، بغينا غير أنهم يعرفوا الحقيقة، رغم أننا كنعرفوا بأن النظام مستحمرهم ومبغلنهم ما بغينش يعرفوا الحقيقة. راه قال لها عبد المجيد تبون، قال بأن أكثر من 90% من الجزائريين فهم أميين. كنتمنى من خلال هذا الفيديو أنهم باش يعرفوا الحقيقة ديال هاد النظام الأوليغارشي. أنا غادي نقول لكم واحد المسألة، كاع الأندية كاع الرياضات كاع القطاعات الرياضية بالجزائر وخاصة كرة القدم، القسم الوطني الهواة، القسم الوطني الثاني، القسم الوطني الأول، واواوا والله وما يكون الرئيس اللي كيكون على رأس أي نادي كما كان النوع دياله، والله ما يكونش من المخابرات الجزائرية الدارس، والله ما ياخدش هذا المنصب، يكون على يقين. مسألة أخرى، إلا مشينا حتى ذاك الرئيس الاتحادية الجزائرية وليد صادي، والله كما كانش من المخابرات الجزائرية ما الدارس، والله ما ياخد داك المنصب. هذه أولا. إذا غادي نمشي وندخلوا في الموضوع كيف يخطط، وغادي نشوفوا الكواليس ديال هذا النظام الأوليغارشي، أنه باش كيخطط لعدم مشاركة المنتخب الوطني الجزائري خلال كأس أفريقيا 2025 اللي غادي تدور الأطوار ديالها بالمملكة المغربية الشريفة. أولا تنحية جمال بلماضي، جبل بلماضي اللي فاز بكأس إفريقيا اللي دارت الأطوار ديالها بالديار المصرية سنة 2019، وحنا كنعرفوا بأن المنتخب الوطني الجزائري كان منتخب قوي وقوي للغاية، وفي الفترة اللي كان فيها جمال بلماضي ناخذه بالإيجابيات ديالو بالسلبيات ديالو كان منتخب قوي. ولكن شنو غادي يدير هذا النظام الأوليغارشي؟ غادي يحاول أنه يسخر الإعلام ديال الزيغو الإعلام الرياضي الجزائري من ممارسة الضغط على جمال بلماضي حتى أن الفريق الوطني الجزائري يفقد البريق ديالو بطبيعة الحال، ويمارسوا واحد الضغط رهيب على جمال بلماضي، وفي الأخير تمت تنحيته. مسألة أخرى، شنو غادي يجيبوا؟ غادي يجيبوا واحد المدرب من سويسرا على ما أظن سميتو بيتكوفيتش، هذا الذي يتقن فقط اللغة الإيطالية، ما كيتقنش اللغة الفرنسية اللي ممكن أنها تكون واحد الوسيلة من أجل التواصل مع اللاعبين، كيتقن فقط اللغة الإيطالية، وكاين لاعب واحد الذي يمارس بالبطولة الإيطالية هو بن ناصر اللي ممكن أنه يتفاهم مع اللاعب. اللاعبين الآخرين كاملين ديال المنتخب الوطني الجزائري لا يتقنون اللغة الإيطالية. إذن كيفاش هاد السيد غادي يحاول أنه يعطي ديك الستيل دو جو يفهموه اللاعبين ديك الخطة، وكيفاش أنه غادي يقدر أنه يعطي دي كونسين خلال اللقاءات اللي غادي يجريها المنتخب الوطني الجزائري؟ وكاين داك المترجم ديالو والله ما كيفهمش شنو كيقول المدرب. اذا كيفاش هذا المترجم؟ واش دابا كاين مدرب ولا مترجم اللي غادي يوصل لي كونسين والخطط ديال الناخب الوطني الجزائري السويسري بيتكوفيتش؟ اذا على علامه استفهام. ثانيا غادي نشوفوا هذه المره غدا بحول الله غادي يجري المنتخب الوطني الجزائري في اطار اقصائيه كاس افريقيا للامم مع نظيره غينيا الاستوائيه. هنا غادي نشوفوا الخطة ديال من يتحكم في المنظومة الكروية بالجزائر، ليس المدرب ولا الطاقم التقني ولا المدرب، لا لا، باش نكون واضحين. هنا غادي نشوفوا علامة استفهام، أولا المدرب بيتكوفيتش غادي يوجه الرسالة إلى الحارس القندوز، أولا عنده 36 سنة
وما عندوش تجربة مع المنتخب الوطني الجزائري. إذا هذه أولا، وتم إقصاء مجموعة من الحراس اللي عندهم تجربة مع المنتخب الوطني الجزائري، منهم مونضريا. هذه أولا. ثانيا، اللاعب عطال فاقد للتنافسية وما عندوش فريق لحد الآن، ما كيلعبش كاع، فاقد للتنافسية. إذا شنو غادي يعطي للمنتخب الوطني الجزائري؟ لا شيء. وغادي تشوفوا المقابلة ديال غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم مع غينيا الاستوائية. سيتم إبعاد اللاعب الشيبي للإعلام العربي دائما أنه كان كينوه بهذا اللاعب لأنه مستقبل الكرة الجزائرية، مازال لاعب شاب وعطى الشيء الكثير للكرة الجزائرية خاصة بعد جمال بن الماضي. إذن هذه ثانيا. سيتم إبعاد اللاعب بليلي. رابعا، غادي يحاول أنه يعتمد على مجموعة من اللاعبين اللي فاقدين للتنافسية. خامسا، سيتم استدعاء، وهنا اللي علامة استفهام، اللاعب عمورة اللي كيلعب لنادي فولسبورغ الألماني. يلا عد سنية مع هاد العام هذا. السيد مصاب في الركبة دياله، والطبيب ديال فولسبورغ والإدارة ديال فولسبورغ الألماني وجهت رسالة للاتحادية الجزائرية كتقول لهم حذاري ثم حذاري، أن اللاعب هذا عيب عليكم أنكم وجهتوا له الدعوة. السيد مصاب في الركبة دياله وممكن أن هذه الإصابة هذه تفاقم، والطبيب ديال نادي فولسبورغ الألماني كان داير واحد البرنامج باش أنه يأهل اللاعب باش أنه يلعب مع نادي فولسبورغ. حنا كنتفاجئوا وعلامة استفهام بأن هذا اللاعب هذا عمورة في التدريبات ديال المنتخب الوطني الجزائري داير واحد البوندة على ركبته وكيشارك في التدريب ديال المنتخب الوطني الجزائري، وممكن بشكل كبير أن هذه الإصابة هذه تفاقم. إذن هنا علامة استفهام. إذن هاد الناس هادو واش باغيين الخير للمنتخب الوطني الجزائري؟ أبدا. كاين مجموعة من الكواليس مازال غادي نذكروها إن شاء الله في حلقة مقبلة. إذن السؤال المطروح، علاش هاد الشيء كامل؟ علاش ما باغيينش المنتخب الوطني الجزائري أنه يأخذ داك البريق ديالو كما كان عليه في السابق؟ بكل بساطة، النظام الجزائري يخطط لعدم مشاركة المنتخب الوطني الجزائري خلال كأس إفريقيا 2025، وغادي يكون من الصعب أنه يجاري مجموعة من المنتخبات الإفريقية في الوقت الراهن. أنا ما بقاش منتخب قوي منتخب ضعيف، كل شيء ولا منتخب كتقول الكلمة ديالهم. إذا سيكون من الصعب ومن الصعب أن المنتخب الوطني الجزائري إلا إذا كانت المفاجأة من أجل التأهل إلى كأس إفريقيا 2025. السؤال المطروح، علاش النظام الجزائري بغي هذا الشيء كامل؟ لأنه هو كيعرف بأن إلا شارك المنتخب الوطني الجزائري خلال كأس إفريقيا 2025 غادي يجيو بعض المناصرين ديال المنتخب ديال الخضر، غادي يجي للمغرب وغادي يشوفوا الملاعب مواصفات عالية عالمية، غادي يشوفوا الطريق السيار، غادي يشوفوا الفنادق جاهزة بشكل عالمي، غادي يشوفوا الإنجازات اللي كاينة في المغرب. وهنا كنوجه رسالة للسيد فوزي القجع اللي حمر الوجه ديال المغاربة، وانتظروا إن شاء الله المغرب خلال كأس العالم 2030 عفوا. إذن هاد المناصرين ديال المنتخب الوطني الجزائري هنا غادي يجيو للمغرب، سيطرحون السؤال، كيف يعقل بأن هاد النظام هذا كذاب أشير كيكذب علينا؟ غادي يشوفوا البنية التحتية اللي كاينة في المغرب وسيتساءلون، كيف يعقل أن هاد النظام هذا اللي كيعادي المغرب كيقول لك بأنها دولة فقيرة و غادي يتفاجئ هنا. إذن هنا غادي يعتبر بأنه نظام أوليغارشي كذاب أشير، وغادي يرجعوا للجزائر وغادي أنهم ينوهوا بالمنجزات والبنية التحتية اللي كاينة في المغرب، وهذا الذي يخشاه النظام الأوليغارشي الجزائري. وهنا واحد المسألة باش أنني نختم هاد الحلقة هذه، أي واحد دار واحد تدوينة أو عرع الواقع المزري اللي كتعيشه الجزائر الآن إلا وسيكون مصيره إما العنف أو سيزج في السجن. ومنهم واحد الجزائري اللي دار واحد التدوينة، دار واحد الفيديو كيبين فيه الطوابير، وأنا ما كنبغيش نهضر في هذه المسائل الداخلية بتاتا مطلقا. السيد سيسحب جوازه السفر، جواز السفر، وغادي يسحبوا جوازات السفر ديال العائلة ديالو، والسيد غادي يفر إلى تونس وغادي يجي إلى المغرب.
وغادي ينوه بالمغرب وغادي يقول لك انا عايش الحمد لله و ويرجع خيرا من المملكه المغربيه الشريفه. غادي نسمعوا شنو غادي يقولوا باش تشوفوا الواقع المزري اللي كتعيشوا الجزائر ايها الاخوان. نخليكم مع هذا الفيديو هذا. انا سطايفي ديال لجوء انساني في المغرب. انا حبيت نوصل لك واحد المعلومه، علاش يعني هاد الناس اللي يطلعوا ما يهضروش على الرصاص اللي هو في الحراش وفي الشلف؟ علاش ما يهضروش على الانقلاب العسكري اللي هو صاري؟ علاش ما يهضروش على الاعتقالات اللي يهزوا في الخاوتنا القبائل؟ انا اللي صورت فيديو في بارك مول في السونتر فيل تاع سطيف، الناس مديره لاشين على البيدون تاع الزيت تاع 5 لترات، جيت نبارطاجي الفيديو لصحابي عقبته في البيبليك. ها كي درت الفيديو هذاك جيت نبارطاجيه لصحابي، انا سائق موزع ادويه على مستوى الشرق، جيت نبارطاجي الفيديو عقبته في البيبليك. خويا جاتني 13 كونفوكاسيون، جاوني 3 بيركيزيسيون للدار، وزادوا كي تاكدوا بلي يعني في المغرب ودرت لجوء انساني راحوا نحاولوا ماو باب الفاس. انا هربت رحت لتونس، رحت لتونس ومن تونس طلعت عنابة، جاب لي خويا الدراهم، جاب لي 4000 يورو العنابة، من عنابة طلعت لتونس، من تونس حكمت الفول من قرطاج لكازابلانكا. راحوا لي للعائلة خويا، جاو تاع الدير تاع السيرفيس تاع الدير تاع المخابرات تاع السيسون هذوك. على جا الفيديو والله يا خويا ما بارطاجيتو بالعيني، غير جيت نبارطاجيه لي زامي غلط عقبتو في البيبليك. هذا النظام الديكتاتوري خرج علينا خويا، حرمنا من الجي، حنا الجزائر عزيزة علينا. وخويا لقيت مغاربه هزوني هنا، نهضر لك لا فيريتي مغاربات. انا كنت كي جيت هنا للمغرب كنت حاط عقليه، كنت حاط العقليه كيما قرونا النظام الديكتاتوري ان العدو هو المغرب، بصح تشوف المعامله تاع الشعب المغربي وتشوف الكرم، تشوف كيف يعني هزوني خويا يعني كثر خيرهم. الواحد اخي شهاده لله والله والله غير راحوا لما نحاول هالباسبور هي وبابا كي تاكدوا بلي درت لجوء انساني، جاو تاع لا سيكيورتي هذوك ضغطوا على بابا قالوا له ما لقاوين يروح، يروح للمروك. كيف يدير لجوء انساني في المروك؟ انا كي جيت المغرب لقيت المغرب حاجه اخرى، مشيت كتب لي ربي شهر رمضان صمتوا في العيون، كنت تشوف مدينه العيون هذه، تشوف الطريق لوطوروت من مراكش لاكادير، اقسم بالله غير تقعد بلا راس، تشوف الطريق فيها مخدومه لي جارده في العيون، يعني تحس بلي الصحراء مغرب يعني ما فيهاش الناس اللي خادمين بلاد. وشهد شاهد من اهلها، هذه ماشي احنا اللي قلناه، هذه جزائريين، هذا جزائري طلب اللجوء فرا من بطش النظام الاوليغارشي الجزائري. هنا علاش قلنا متلازمه ستوكهولم، متلازمه بافلوف، بان الجلاد النظام الجزائري يتلدد بتعذيبه للضحيه، وعني بذلك الشعب الجزائري المقهور. كان معكم الأستاذ أحمد، رجاء ثم رجاء حول أنكم تدعموا هذه القناة، رغم ما كيكونش الدعم لحد الآن، كاين دعم ضعيف وضعيف جدا، غادي تكون الفيديوهات اللي غادي ننشروا غادي تكون قليلة وقليلة جدا، وإذا كان هناك دعم أكيد كل نهار غادي ندير لكم فيديو. كان معكم الأستاذ أحمد، شكرا على المتابعة، ترقبونا في طلعة أخرى بحول الله، تقبلوا تحياتي.